طبعا الحرب اللبنانية تركت آثارها على كل هذه المعالم الأثرية، وقبل الحرب اللبنانية أيضا سوء التنظيم المعماري الذي ضرب المدن اللبنانية في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي أطاح بالعديد من المعالم الأثرية، ليس التاريخية القديمة يعني كالرومانية وغيرها، بينما المعالم التي تعود تحديدا إلى الحقبة العثمانية وما بعد، لأنهم صنفوها بأنها غير تراثية في تلك الفترة، فأبيح هدم العديد من المعالم الأثرية، أبرزها مثلا كل المعالم التي كانت تطل على ساحة البرج وسط بيروت، ونتحدث قبل الحرب اللبنانية، كسراي بيروت الصغيرة وأيضا كسراي طرابلس التي هدمت في وسط المدينة أو ساحة التل. طبعا أتت الحرب اللبنانية لتضيف من هذا الأذى، ففي المواقع التي جرت فيها الحروب ومنها في بيروت بين الشرقية والغربية، وفي وسط بيروت الذي دمر بشكل شبه كامل، وفي طرابلس التي سقطت يعني الصواريخ والقذائف على مدينتها القديمة، دمر العديد من المعالم الأثرية. وعندما خرج لبنان من هذه الحرب الدامية لم يجد من يقوم بترميم هذا الكم الهائل من المعالم الأثرية. الدولة اللبنانية لا تملك القدرة المالية للقيام بترميم كل هذا التاريخ الكبير. وزارة الثقافة المعنية بالحفاظ على الأبنية الأثرية تتبع لها المديرية العامة للآثار، قوامها من الموظفين معدود على الأصابع، وليس لديها أي مقدرات مالية، لذلك كان الاعتماد دائما على الهبات الخارجية لترميم هذه المعالم، ما عدا وسط بيروت الذي تكفلت بإعادة إعماره شركة خاصة وهي شركة سوليدير، التي يعني جمعت أسهما لإعادة الإعمار ووضعت مخططا كان من ضمنه ترميم كل المعالم الأثرية الدينية الواقعة في هذا الوسط، ومنها أيضا إعادة بناء السراي الحكومي المشرفة على بيروت التي أصبحت مقرا لرئاسة الوزراء. ولكن مع الأسف يعني كان الخطأ في هذا المشروع بأنه دمر وأزال منطقة الأسواق التاريخية التي كانت تشتهر بها بيروت قبل الحرب، والتي كان لا يزال قسم كبير منها قائما فوق الأرض حتى ذلك التاريخ، وكان مخربا طبعا بفعل الحرب. فبدلا من ترميمه وإعادة إحيائه على غرار ما قامت به الشركة من ترميم للكنائس والمساجد في وسط بيروت، تم تدميره بالكامل، وتم تخطيط أسواق جديدة بروحية جديدة مكانه، ولم يحافظ إلا على المقام المعروف وسط الأسواق التاريخية والمعروف بمقام الأوزاعي. طبعا ما هي آثار الموجودة حاليا في لبنان، وأي منطقة وأي مدينة في لبنان تحتفظ بهذا أكبر كمية من الآثار؟ طبعا لا يفوتنا أن نذكر بأن لبنان يضم أيضا 5 مواقع أثرية مسجلة على لائحة اليونسكو العالمية للتراث العالمي، وبفعل هذه أو هذا التسجيل تم حماية هذه المواقع عدة مرات من يعني آثار العدوان الصهيوني الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. ففي العام 2006 كلنا نذكر الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية الذي دام قرابة الشهر، والقصف الذي طال كل المناطق اللبنانية، لكنه لم يستهدف مثلا مدينة بعلبك الرومانية، بل محيطها أيضا الموقع الروماني في مدينة صور، وأيضا المعالم الأثرية في جويل وغيرها، وذلك لأن القانون الدولي يحمي تلك المواقع. لكن الإسرائيليين استهدفوا يعني رمي قذائفهم وصواريخهم على مقربة من تلك الأبنية، مما تسبب طبعا باهتزاز لهذه المعالم الأثرية، وكان له تداعيات. ولا ننسى أنهم عندما احتلوا جنوب لبنان سرقوا الكثير من القطع الأثرية، وفكفكوا الكثير من الأحجار المزخرفة من المعابد الرومانية ومن المقامات الدينية من جنوب لبنان وسحبوها معهم، وهذه تعتبر جريمة دولية، حيث سرقوا الكثير من الآثار من مدينة صور مثلا السياحية والاقتصادية. قلعة طرابلس تعرضت خلال الحرب الأهلية اللبنانية لبعض الأضرار نتيجة الحرب، كيف وضعها اليوم؟ قلعة طرابلس أيضا شملها مشروع إحياء الإرث الثقافي الذي قام بترميم المسارات داخل القلعة وأجزاء من أسوارها، لكننا لا نزال نرى في أسوارها الخارجية آثار الصواريخ والقذائف التي أصابتها. طبعا القلعة لأن عمارتها متينة فهي حافظت على تكاملها، لكنها طبعا بحاجة إلى تأهيل، ولكنه ليس تأهيل إنشائي بقدر ما هو تأهيل تجميلي، لأنها فعلا يعني محافظة على تكاملها. وتم استحداث متحف في داخلها يعرف بآثار شمال لبنان،
هل ممكن أعطاء فكرة عن الآثار التي خسرها لبنان، معالم أثرية التي خسرها لبنان بفعل الحرب؟ طبعا هناك الكثير من المعالم التي دمرت بفعل الحرب، ومنها كما ذكرنا يعني ساحة الشهداء بالكامل في وسط بيروت التي كانت تعرف بساحة البرج، والتي دمر العديد من المعالم الأثرية فيها. هنا في طرابلس كان عندنا برج دمر بفعل الأحداث التي وقعت إبان حكم الرئيس شمعون، حيث فجر بالكامل وبني مكانه جامع عمر بن الخطاب. في طرابلس لازلنا حتى اليوم مثلا لدينا مدرسة أو مسجد صغير من العصر العثماني يعرف بمسجد القاضي عمر، وهو قاض كان شهيرا بعدالته ومدفون بجانب مسجده ولديه سبيل ماء، دمر بفعل الحرب التي دارت في طرابلس في الثمانينيات، ولا يزال حتى الآن مبعثرا، إلى أن قامت مؤخرا هيئة الإغاثة بتأمين تمويل لإعادة بنائه من جديد. هناك أيضا عدد من الكنائس وعدد من المساجد المدمرة على صعيد المناطق اللبنانية المختلفة بفعل الحروب الطائفية التي دارت في بعض المناطق، فمنها في بلدة عبي مثلا يوجد العديد من الأبنية الدينية المسيحية لا تزال تعاني من الإهمال وتنتظر إعادة بنائها. بالمقابل مثلا في بلدة غزير المعروفة أعلى جونيا كان يوجد فيها مسجد دمر أثناء الحرب ولم يعد بناؤه نهائيا. هناك العديد من المعالم، يعني الأحصاء لا ينتهي، فهناك ما نهب وهناك ما دمر، وأكثر تلك المواقع المهملة والمتروكة هي المواقع الأثرية في شمال لبنان مع الأسف.